بكم التحدي الجديد وهذا الغثيث. واليوم عندنا تحدي الوراق، فيلا يا طالعون. وي 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 صراحة اخذ الشيء اللي تريده. اوكي هاي عندي صدق شيء اخذه صدع نص عنده شيء اوكي يا قالك يا شنو شمت فش 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 بلف ثاني بلف ألف مكتوب فش فش فلوس 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 ألف حصلت ألف هذي دي ألف 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 بس يحيى عندي أخذ الشيء اللي تريده صارت عندي ألف نقطتين صفر نقطتين صفر نقطتين صفر صفر أوكي عشان حقا ياخذ اثنين ليش أسوي يا أول ليش ما بك بك تا بكس بكس أوكي هذا بس جميل حقه هاي ثاني ايش فيها شوكليت هذا لي هذا لي 3-1 اول عود هذا عود الشوكليت 3-1 يا حبيبي ننقلع ها هذه لا من نصف سنين سنين مالي حق مالي هذه حوالي هذه اثنين واو بس شديدة اوكي هذه عاقبة هذه حب عنب هذه ليش ما شاء الله عنب ثلاثة عنب فيلا جبن يا اخو حقالك جبن والله جبن جبن اكل جبن هذا الجبن حق الجبن يا شباب حان وقت غرية الأشياء يلا جميل هذا أول شيء أكله في النقطة إلي كجني كنت أول شيء حاليا أنا حاكل ترى ألف نقطة بس ماي حشرب ماي تعب عن الوالد
شوفوا اللي نقطع. اثنين لا واحد هذه لي اثنين يا ما حجلي طلع لي. طبعا هذا التفاح طلع لي تفاح وعنب طلع لي تفاح حقي هذا التفاح. اكو اثنين هني كمان زمان جيني ما تاني هذا ايش فيه؟ ما تنفتح ايش فيه هذا؟ ما ادري ايش فيه بس اعتقد فيه تفاح. اي تفاح ثاني ايش فيه؟ عنب هذه عنب هذه هي انت ايش حبيب ايش صار لخبطه سماتون هاي لك اخذ اي شيء تريده اصدق يلا الحين حناكل العنب ما اكله خربان هنا يلا الحين باكل التفاح كنا كل شيء طبعا ما خلينا شيء كنا قادرين نحدد بالسوالف نقطع انا 7 والجني 6 يعني انا الفايز واو تعبوا هاي كنت تحدي متفوق علي شو السالفه انا جني لا عصب لا 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 روح ايدك شابوك يا شباب اقام مقطع لايك شغل القناة اشكركم